إن قارتنا الإفريقية من أكثر القارات تضرراً نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية وازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية، وهو ما يدعونا إلى النظر في إيجاد سبل مبتكرة للتعامل معها نظراً لمحوريتها في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. السيدات والسادة، على الرغم مما عكسته قمة شرم الشيخ من التزام بتعامل جاد مع تحدي المناخ، إلا أن ما يتطلب تنفيذه على أرض الواقع أقل من المطلوب، ولا يزال شركاء التنمية بما فيها المؤسسات الدولية غير قادرين على التجاوب المناسب مع احتياجات دولنا الإفريقية لتنفيذ عملية التحول الاقتصادي لإعادة توجيه قطاعات مثل الطاقة والنقل والزراعة، فضلاً عن تنفيذ الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ده كلام شديد الأهمية. شديد الأهمية ليه؟ لأنه دائماً ما تجد أنه الرئيس لا يتحدث فقط عن مصر. هتيجي تقولي بس احنا بنتكلم عن النبات فطبيعي أنه الرئيس يتكلم، هقول لك هو الرئيس حتى هو في مصر، حتى هو في مصر في أي محفل ما تجده دائماً يتحدث عن الرؤية بتاعة مصر، وفي نفس الوقت في إطار تكاملي مع إفريقيا، وفي نفس الوقت يتحدث دائماً عن إفريقيا، سواء إذا كان أوجعها أو إفريقيا وواعدية الاستثمار فيها وما إلى ذلك.